به من وقتها بديت جالسة تلفت في الأنظار، حتى بعد الرجوع لذهبت لولا كل ميركاتو إن تحكي على جالسة في جامعية. هي أي معناتها شنو من العروض وصلوك وقتها؟ خلنا في حاجات ما نحبش نحكي فيها مرات ليه علاش؟ صح؟ وقتها بدي أحكي تعديت وفات هي الحكاية. صحيحة، ما هذي ملابرة واش نقول لك حاجة ثانية. إذا ما حاجات الملاعب يخليهم عندهم ما يعطيهمش. بالحق علاش؟ ما همش صغير صحيح. اخوي، في العالم مش الكل، في صحيح العالم الكل صحيح الناس صحيح. معهم لاعبيها وتحب عليه فلان، هي بالعكس صحيح ما الماضية عمرش يقول لك حتى قداش صحيح عطاوها فلوس. صحيح ما عمرك ما سمعت جوار يقول لك الجماعة هذيك راهي تحب عليا وتحب على هذيك. وقت ايش عادي يتكلم وقت عادي. يصير كل صح والوراق وتنظموا كل حاجة، كل جورة تشد بلاصتها انا وحاجة اللي كده. نعرفه الاسبيرونس طلبتك وقتها، اللي كل يوم طلبتك كان بحذية، حتى جاي بن عيسى لهنا رئيس ملعب تونس حكى على ديزوفر من فرنسا. نتفكر اصلا المصري البورسعيدي واخد طلبتك. اعطينا اخويا شنو الصحيح والغلط، ما تكونش معانا مش حاح، اعطينا اللي مش فما مساحة. فما. انا حابب نوصل لك تي ميساج هكا وانت فاهم الكلام. وصل لي بيه انا قلت لك اللي هو شنو الميساج؟ قلت لك حاجات هذيك، ما قلت لك الملابي راهو يخليها ما عندهم، ما ينجمش يعطيهم. وقتاش يعطيهم لك؟ وقت يصير كل شيء، معناتها وقت اللي انت يفتح وصل كل شيء كونتراكت. تعديت الحكايه. تي ما ثم كواليس بتعرفهم، مش اللي لازم تاخذ بيها معناتها عادي تسمع بيها في لعبة الشيء. ما نجموش نحكيو عليهم، نحكي قبل راهو تي ما مش تو. قبل، وثم حاجات تو تنجم تربط مع بعضهم، فهمت؟ بيعرفش اسمك كي تربط ديما بالترجي. والله اعلم. كلموك انا قلت قبل لك الترجي، انا نكبش خويا راه. اي نعرف نعرف. هاني معاك يا سليم، هاني معاك هاني معاك. في بلاتوات اخرى ما ينساش يتعداوا من من نوح باش تعطيني الصحيح، شنو هي حكايه الترجي؟ علاش ديما كل بلاتو ترجي؟ قلت كل بلاتو دوختني هاك، كل ميركاتو ديما اسمك تربط بالترجي. سليم صار كونتاكت قبل؟ سليم ايه هاني قلت لك شنو قلت؟ كل شيء بيجي في وقته. باهي تو نحكيو فما فيه. حاجة؟ ما عنديش خليط عادة، نقول لك كل شيء وكاهو، تو نجيبهم لك الكل نصبهم لك في دوسي واحد. باهي نحكيو، تحب تحكي على اليسار؟ شنو اللي صار؟ قلت لي اخترت فانكوفر وقتها، علاش اخترت فانكوفر؟ هي هذه حاجة صارت نسيت الجواب. اي صحيح. اي. وقتها ثم ثلاثة جمعيات. اللي هما؟ اللي هما انت عاد ما تعرفهم، مش كلهم يعرفوا. ليسبيرونس. خويا انت ما انا هيك قلت لك. باهي احكي لي على فانكوفر، علاش اخترت فانكوفر؟ اخترت فانكوفر خويا خاطر الجمعية الوحيدة حسيتها شريتني وقتها، انا يعني وقت البريود هذيك مضروب، ثم جمعية وقتها الأوروب قالوا لي تعال لازم ناخذوك مع بري كونترا، تعال معنا بري كونترا وناخذوك في جوان تجي معنا، وانا وقت البريود هذيك مضروب، معناتها ملاعب ذكي، ثم فرق بين ملاعب ذكي وملاعب تبع الفلوس. علاش؟ ملاعب تبع فلوس يقول لك انا في الاوروب ناخذ معناتها نعمل بري كونترا، ومن بعد في 6 شهور تنستنى 6 شهور نمشي للاوروب. انت لا قدر الله انا في وقتها مضروب، قول شكون قال وقتها باش نرجع انا نترينا شهرين ثلاثه نضرب مره اخرى. بينما فانكوفر خويا جات حاطه الفلوس وخلينا ناخذوك انا مضروب نكفل بيك، انت في بلاصتي تعمل. العشق يعني اخترت خويا مشيت بالطريقه دي وما ندمتش عليه، خاطر الشيء اللي كان عملوه فما من معايا الاوروب غديكا معناها حاجة. كان ثم من تونس ومن مصر ومن الأوروب، والرفر ده بتاع فانكوفر جاي آخر واحد لونوب جمعية باهية باهية ديفيزيون الأولى باهية بطولات الكبار. انت ايش بلجيكا. تنجم تسميها من اليوروب؟ بلجيكا بلجيكا ما تحب تسمي في تونس، سمي لي باليوروب على الأقل. باهي بلجيكا اي شني بلجيكا باهي بلجيك. اللي خذيت كي جيم بنزا سيركل لا لا بريج لا. بلجيكا باهي بلجيكا اي دونك على هذاك اخترت فانكوفر. وي قلت قلت لك لي اخر واحد جاك الاوفر. قلت لك جماعة حسيتها معناتها جد جماعة تحس ملاعب معناتها شارينه وحطوه في الإطار، ثم فرق كبير. ديجا قلت كان شفت اللي معناتها اللي عملوه معايا، عمري أنا عمري ما شفت ملاعب يصبر معاه 6 شهور مضروب، يصرف عليه ويداوي فيه وما تبدلوش معاه، قعدوا معاه نفس كل شيء، بتبدل شيء. باش نجيك بعد شوية البدايات نتاعك، غادي كيفاش جاك الاوفر؟ لوفر جاني سليم بعد طرح ايطاليا كنت تفكروا كمان اي ما تشمي كلام عليك اولمبيك هذاك هو طرح نجم تقول فيه 70% القدرات نتاعي. عملت ماتش كبير وقتها انت وعمر رقيق لعبتوا في الاكسا ايطاليا نتفكر فيها مويس كين اللي لعبتوا في البي اس جي هكا ولا ايه؟ اي كالابريا وقت برشا وقتها جماعه باهيه يعني دونك كلموك وقتها بداوا يتبعوا فيك وقتها. انا نتصور من غاديك تو جاي الحديث خاطر كي مشيت غاديك نقل انترنت على الاكسالات تاليني اسمه فاني فهمتني
كوسلت غاديكا والموضوع جبدوه لي معناتها خذالي خلي معناتها ماتش باهي لعبت ونجم نبنيو عليه برشا حاجات ريت برشا حاجات فيه. وزاد كان نجم نادم نذكر اسم كان اي ميسي ياسر ياسر يعيش في البرتغال اجون جوير هو كان ديريكتور في فاطمه وهو زاد اللي صار كونتاكت معه هو خاطر صح الانترونور تاعنا عنده علاقه بيه معناتها شافني هو جاب الكونتاكت خذ الكونتاكت تاعي مع الاجون تاعي مش معروف برشا في تونس لا لا بعيد جمله في تونس ما يخدمش في تونس دونك هو اللي جاب لك الحكايه بعد صارت مشكله برامو بين الشركه هذه البرتغاليه والملعب التونسي على حكايه فلوس والله سمعت بها وما سمعت اللي فما مشكله ما عندكش دخل بها انت الحكايه صحيح انا خويا يعطيني تيران وكورتي وموري داري ما دخلش فيها مليار و200 كانت الصفقه 400000 دولار بالضبط واللي كنت يظهر لي مليار و600 في 3 سنين اللي كنت هذيك اللي خرجت خويا الكلام اللي خرج جاب ليه اللي خرجت ما هيش غالطه جمله هذيك معناتها ما هوش هذاك اللي خرج ما مش هو الجمله معناتها اكثر ولا اقل اكثر ولا اقل شنو هو ما قلتلكش قداش قلت لك قول لي اكثر ولا اقل ماني هاني مانيش طماع اكثر خير ما نعرفش كيفاش خرج الكونترا هذاك ومنين وكيفاش هو ما هو صحيح خاطر تبعث كونترا الاول ورجع تبعث واحد اخر ورجع فهمتني؟ تبدل مرتين الكونترا صحيح هذاك واحد منهم معناها المونتون اللي خرج هذاك صحيح فهمت انت ما قبلتوش ولا جون تاعك الكونترا فهمت قبلتو الثالث صحيح واضح ما تقوليش علي قداش معناها باز باهي مازالك عام مازالي عام في ديسمبر 2021 يوفا كونترا توك في جان في جانفي خاطر ظهر اليوم ما مشوش كيفنا في الملاس بالليدات وحتى النظام تاع الشامبيونات مش كيفين كيما الانبياء فسرنا شويه مثال جيس احنا كيما الان بي معناتها الشامبيونات تبدا في فيفري كي ما ترى ما تمشيش بلاي اوف تكمل في اكتوبر تمشي بلاي اوف تكمل في نوفمبر فهمت وما فماش بطبيعه لا تيح لا هبوط لا طلوع لا لا كيما الان بي كيما الان بي بالضبط عانيش لا تروح لا به من حي شعبي في تونس جاسر حي التضامن تحيه لكل مستمعينا في حي التضامن تحيه لحي التضامن خويا سلام عليهم الكل الكندا والبطوله الامريكيه بون مشيت غادي مشيت لامريكا شفت خويا شي دوخ بنايات عاليه ما تلهوتش شويه ولا بتبيع سيبي يا اخي شي دوخ بتبيع تلهوش ديجا اكثر حاجه تمشي ماكش عارف اللغه معناتها انا كي مشيت نعرف يس ونو وشوية تناوش فهمت قريت باز باز اول شيء اول ما مشيت غاديك جمعتين ولا حطوني نقرا وغاديك سليم كل يوم تسمع تحكي بالانجلي بتبيع باش تكبتي بسيف عليك ما فما طرفه صارت لك وثم حاجه زاد عاوني فيها ثم ترنر مروكي غاديك انت تاع جاردانيا ما فهمش حاجه هو يفسر لي فهمت بعد خلطت عليه عدنان اللي هو زاد عاوني اكثر عدنان علي عدنان ايه نتاع العراق جاي من اودينيزي ظهر لي وقتها ولا مشي الاودينيزي بعد حاجه هكا من اتلانتا لودينيزي اي اودينيزي فانكوفر تقول لي تعرفوا هكا تو به فما طرفة صارت لك حاجة هكا وانت غادي اول ما مشيت في برشا بس حاجة حاجة قعدت في بالك ولا برشا اقسم بالله فمش حاجة قعدت في بالك هكا علاش ما مش حاول نذكر تو باش نقلش طار الوقت باهي هذا الاخر الحصة كي تذكر قل باهي مش مغرومين برشا بالكورة غادي بالفوت في كندا هذه الغلطة تاع لعبات الكل خويا شنو تاع لعبات الكل؟ غلطة لعبت كل خاطر بعد جملة احنا ما نتابعوش جملة لا لا ما مش مغرومين خويا انا مشيت قلت لي غلطة لعبت الكل اول حاجة عندهم الفوتبول امريكا صحيح الثانية الام بي اي صحيح وبعد هم مغرومين حتى بالبوكس والهوكي سور جلاس الفوتبول جيم بعد هذا الكل قداش يجي الجمهور كل ترى لا نشوف اي شفت مثلا الماتش تاعك شفت برشا جمهور اما هم مش كيفنا برشا عباد معناها بس مش كلامي انا هذا كلامه هو معناتها ريت ال 10 سنين الاخرانيين تبدل الجمله المعطيه تاع الكوره اوكي بدلوا معناها انت كوب دو موند الجايه بعد قطر وين؟ في امريكا كندا كندا وامريكا هما على سوا شنو يخدموا تا؟ عليه باس قاعدين ديجا ما كانش فيها ديفيزيونات هي كندا قاعدين يعملوا في ديفيزيونات تا فهمتك معناتها العباد مغرومه غادي مو صحيح اللي مش مغرومين برشا ها بيناتنا ها في البلاصه هذه خويا شوف انت 10 سنين الاخرين كيك بعدها تشوف شنو فوتبول يولي في كندا ديجا في لاماليس توا نيفو اخر لعبيه كولا تحب تجي لاماليس توا
راك تشوف انت تو من اخر واحد معناتها هيكوين تو جاي. ثم برشا زاد ملاعب يحبوا يجيو. هم المنبر هذا ما بيناتنا تنشوفوا معناتها.